السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومشاهدينا الجمال. كنا حابين نشارك مع بعض صيانة ميزان زي ده. الميزان ده بيجي يوزن معايا، بيخرف لما باجي اشغل الميزان ده، بتك على الزرار اللي من ورا واجي اضغط على الزرار اللي هو المفروض يشتغل هنا. لو الزرار ده بيعلق ازاي اقدر اصينه؟ لو الارقام دي بتقطع زي ما هو ظهر لحضراتكم كده، ازاي اقدر اظبط ارقام بتاعت ميزان كده اخلي الشاشه تبقى اضاءتها قويه؟ طيب، اول حاجه انا عندي اربع مسامير في ظهر الميزان من هنا، الراس اهي اللي هي المسامير ده، هبدا افك المسامير ديت وبعد كده صيانتها سهله جدا من غير متعبه، بالذات نفس الخامات دي عامله زي بالظبط ميزان اللي هو وزن الاشخاص اللي هو تمسح مثلا الشريحة لو الارقام بتقطع او كلام كده. اما ده نظام مقاومة، المقاومة بتبقى مقربنة، محتاجة ايه؟ محتاجة ان انا بس اعيد لحام على مقاومة وراء لحضراتكم كده والموضوع انتهى خالص. بفك الميزان كده، اشيل سلك البطارية بتاعه اهوت، اشوف سلك البطارية ده فين عشان ما لمسش في حاجة او اعمل قفلة ما بين حاجة، بدور على سلك البطارية اهو اللي ماشي مع الخط ده، بخلعه خالص سلك البطارية اهو، وبزنق البتاع دوت باي حاجة ده عشان الكفر او الغطا ما يقعش مني اهو، عشان يبقى باين برضو مع حضراتكم. بيبقى الشريحة زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجات يعني هايفة ملاش اي 30,000 لازم. بعمل انا ايه هنا؟ يعني انا في الفيلم ده عشان الارقام دي تظهر اعمل ايه؟ حضراتكم لو انا جات قربت الكاميرا شوية معايا كده اهو، بعمل بحط سنة الزير على المقاومة دي، سنة الزير على المقاومة المكثف ده اهو، بحط وبعد كده بقوم جاي رابط ده اهو ورابط ده اهو ورابط المسمار ده اهو ورابط المسمار ده، ربطتهم انا كده اهو تمام. بقوم جاي جايب الزير بتاعي اعمل سنه بسيطه على المقاومه نفسها عملت انا السنه دي لان دي المسؤوله عن الشاشه، هي المسؤوله عن الشاشه، لو ما اشتغلتش يبقى هضطر ان انا اغيرها، بس هي بتشتغل بس بتبقى مقربنه، عوامل جو عوامل هواء حاجات زي كده. اجي بقى بعد كده اشوف الشاشه الاول كده، اسمي بالله بسم الله، اجرب الشاشه، اشغل الزرار واتك هنا، ما ركبتش السلك بتاع البطاريه، اوصل سلك البطاريه اهو، بسم الله ما شاء الله الارقام كلها اشتغلت مع حضراتكم اهي زي ما انتم شايفين. طيب عندي بقى هنا، نرجع بقى لمرجوعنا، لو الميزان ده بيخرف، لو بيخرف اقوم جاي رايح كده اهوت وشايل الغطا ده اهو، هلاقي مسامير زي ده، بجيب مفتاح الانكيه واربط المسامير بتاعتي، اهي المسامير حتى اهي فيها تعويض، هو ده المسؤول عن لو الميزان ده بيوزن غلط المسامير دي بربطها. وده زي ما احنا متعودين ده الطول بتاعها، بنعرف طول الميزان اهو، عندك الميزان اهو، اجي اطلع اوزن نفسي على الميزان، ولا بلاش اوزن نفسي، احط معيار مثلا ده 20 كيلو 20 كيلو، هو ده صيانة الميزان. هو ده صيانة الميزان، هي لحمة نقطة الأزير دي، يبقى كده أنا خلصت ميزانتي. أنت كده خلصت ميزانتك، هي نقطة الأزير دي. لو الميزان ده بيوزن غلط أربط بس على الأربع مسامير يبقى كده الوزن اتظبط. هو ده الوزن الظبط. الله، هي دي الحاجات دي يا جماعة، حاجات سهلة جدا، حاجات إحنا نقدر نعملها، لا بتكلف فلوس ولا أروح ولا أجي ولا كان ولا من.
بالنسبه لميزان زي ده خلصت صيانته باسهل ما يمكن، ما خدناش 3 دقايق اهوت. ولو في اي استفسار او في اي تعليق سيبوا لنا تعليقكم، سيبوا لنا استفساركم وهرد على حضراتكم ونشوفكم على خير ان شاء الله.